مقصود لا، نتكلم دلوقتي عن استخدام قائمة برنامج الاند نوت في برنامج الوورد. نفتح الوورد مع بعض. بنلاقي في الوورد بعد ما بنسطب او بنحمل او بنثبت برنامج الاند نوت على الجهاز عندنا، تظهر القائمة باسم البرنامج في برنامج الوورد. ازاي اتعامل مع القائمة دي؟ اول مجموعة في القائمة دي المجموعة سيتيشن او استشهادات، ودي فيها مجموعة اوامر نبدأ بهم الفيديو ده ان شاء الله. اول مجموعة او اول امر منهم insert citation، ادراج استشهاد داخل برنامج الوورد. ازاي انا اقدر اضيف المرجع او الاستشهاد بتاعي اثناء الكتابة؟ خدناها قبل كده ولكن هنمر عليها سريعا. انا عندي طريقتين ان انا اقدر ادرج بيهم استشهاد اثناء الكتابة. الطريقة الاولى، انا وقعت في برنامج اندنوت، بختار المرجع اللي انا عايزه وليكن المرجع اللي انا مختاره حاليا، وباجي في برنامج الوورد اقف في المكان او اثبت الماوس او المؤشر في المكان اللي انا عايز ادرج فيه المرجع بتاعي او السيتيشن بتاعي وليكن هنا في بداية الكلام، وبختار من المجموعة سيتيشن الامر insert selected citation، ادرج لي المرجع المختار او المحدد هناك بالشكل ده كده. بس هو كده قام باجراء او قام باضافه السيتيشن. لو ملاحظين مجرد ما بدوس بيختار لي المرجع بشكل كامل او السيتيشن بشكل كامل. لو نزلنا تحت خالص هنلاقي ضاف لي المرجع بتاعي، ده المرجع الخاص بالسيتيشن. دي الطريقه الاولى. الطريقه الاولى ان بختار المرجع بتاعي من هنا من برنامج اندنوت، وبروح لبرنامج الوورد، بقى في المكان اللي عايز ادرج فيه سيتيشن وبختار انسيرت سيلكت سيتيشن. الطريقه الثانيه برضو، لو انا واقف هنا نضغط الماوس في اي مكان او المكان اللي احنا عايزين نضيف الاستشهاد، واثناء وجودي في برنامج الاندنوت بختار المرجع او مجموعه المراجع اللي انا عايز اضيفهم وليكن المرجع اللي تحت مباشره، وفي الامر insert citation. انا وقعت في الاندنوت او انا وفتح برنامج الاندنوت استطيع بشكل مباشر اضافه الاستشهاد في برنامج الوورد، وفي كلا الحالتين هو حينتقل لي لبرنامج الوورد بالشكل ده. ندوس نضغط مع بعض. طبعا تم بشكل مباشر ادراج الاستشهاد في المكان اللي انا اخترته، وبرضه لو نزلنا تحت هتلاقيه ضاف لي المرجع، وبشكل اوتوماتيكي البرنامج بيبدا يرتب حسب الترتيب الابجدي. يعني هنا حسن او هاس، وهنا الاسم ده الاول حرف الار. طيب ده لو انا عايز ادرج المراجع كده، عندي طريقتين لادراج المراجع. طيب لو عايز اروح لبرنامج الاندنوت او اجي من برنامج الاندنوت، اتنقل ما بين برنامج الاندنوت وبرنامج الوورد، خدناها برضو قبل كده، ودي عباره عن امرين موجودين في كده البرنامجين. الامر هنا go to اندنوت يعني الذهاب الى او التبديل الى نافذه برنامج الاندنوت بالشكل ده كده. طب لو انا فتح الاندنوت على اروح الوورد هتلاقوا برضو نفس الامر موجود هنا go to word processor processing، يبقى كده الامر ده عكس الامر اللي هناك. طيب التعديل على المراجع، لو في مرجع معين انا عايز ابدا اعدل فيه او احذفه، طب احذف ازاي المرجع؟ يا اما بعتذر له ودوس ديليت، ودي ممكن تعمل لي مشكله احيانا لان ممكن المرجع يتحول لشكل غريب كده ويديني مشكله اثناء الطباعه، يديني ايرور اثناء الطباعه. عندي بقى مجموعه اوامر ثانيه اقدر اعدل فيها او احرر في المرجع بتاعي. مجموعة edit او manage citation، التحرير وتعديل على الاستشهادات، ندوس عليها مع بعض. تفتح لي النافذة دي. النافذة دي فيها مجموعتين، المجموعة اللي فوق والمجموعة اللي تحت. اقدر من فوق اختار المرجع او المراجع اللي انا عايز اعدل فيها، ومن الامر بيظهر جنبيها كده اختار الامر اللي انا عايز اعمله. هنا بيقول لي edit reference، طبعا مظلل لي reference هنا، هو بيقول لي edit library reference لو انت عايز تعمل له تحرير في المكتبه، ولا find
ريفرنس ابديت، لو في تحديثات عن الريفرنس ده، يعني لو انت اضفت له اسم كاتب او اضفت له سنه او الى غير ذلك من البيانات، او لو انت عايز تعمل ريموف سيتيشن، عايز تعمل ازاله للاستشهاد ده. طبعا عايز تعمل انسيرت سيتيشن ثاني، ابديت ماي لايبرري. احنا هنا بنتكلم عن ازاله المرجع، يعني المرجع لو انت مش عايزه خلاص تقدر تقول له ريموف سيتيشن، نقول له اوكي. كده بكل بساطه شال المرجع بدون ما ياثر على اي سلامه الملف بتاعي. طيب نفس الكيفيه، المرجع ده برضو عايز تعمل له ازاله او الى غير ذلك من الامور. طيب لو انت لا انت عايز تعدل فيه مش عايز تشيله، عندي المجموعه الثانيه اللي تحت edit citation والريفرنس. طبعا هنا الريفرنس ده بيبين لك عدد الحقول اللي موجوده في المرجع ده، اللي هو اسم الجورنال وعدد الصفحات واسماء الكاتبين او اسماء الاوثر والجورنال سنه النشر الى غير ذلك من تفاصيل المرجع اللي عندنا. طيب لو قلنا edit citation، عندي هنا كذا طريقه للتعديل الديفولت، ودي حاجه مرتبطه بطريقه الاستشهاد انت تستشهد بيها، ودي تختلف حسب العلوم المختلفه. في ناس بتكتب اسم الباحث والسنه، وفي ناس بتكتب اسم الباحث والسنه ورقم الصفحه الى غير ذلك. فهو هنا بيسالني انت عايز تغير ازاي؟ طبعا انا اقدر اقول له مثلا الاوثر والير داخل قوسين بالشكل ده، شوف مع بعض، اقول له اوكي. هنا خلى لي اسماء الباحثين من برا والسنه خلاها داخل قوس. طيب اخترنا حاجه ثاني، لو قلت له مثلا لا تكتب اسم الباحث، يعني الكلام ده لا يشمل او الاستشهاد لا يحتوي على اسماء الباحثين بالشكل ده كده كده السنه بس. طيب او العكس، لو انت عايز تقول له لا يشمل السنه، يعني اسماء الباحثين فقط بالشكل ده، وهكذا تقدر تختار الطريقة اللي تناسبك في المرجع بتاعك. ممكن تقول له شو اونلي ان بيبليوغرافي، يبقى هنا زي ما هنلاحظ كده انه ما فيش مرجع، وكانه ما فيش مرجع. طبعا دي نادرا ما تستخدم، انما اكثر الاستخدامات ان احنا بنخليه الاوثر والير، وغالبا تبقى الاوثر من بره من خارج القوسين والير داخل الاقواس بالشكل ده. edit library references ده بيفتح لي بقى الريفرنس بتاعي في نافذه برنامج الاند نوت، وانا اقدر اعمل تحرير اضافه او تعديل او تغيير زي ما خدنا سابقا دي كافه الحقول بتاعت الملف بتاعي. انا اقدر اضيف اللي انا عايزه او احذف اللي انا عايزه منه او اعدل او اعمل ابديت لاي جزء من الاجزاء دي. دي كانت مجموعه سيتيشن، ان شاء الله في فيديو قادم هناخد المجموعتين البقيتين. والسلام عليكم ورحمه الله.